هو التحاكم إلى غير الشريعة ممنوع سواء كان في ديار الغربي أو في ديار الشرقي، لكن هي القضية تتبع حاجة أخرى يسأل عنها السائل، وهي قضية وماذا يفعل في ديار الغرب إذا ألجأته الضرورة التي لا يمكن المكوث معها في بلاده، حتى إذا كانت بلاده تحكم بالشريعة الإسلامية. ما هي الظروف التي أوجدته في الغرب؟ هل الخوف على دينه أو على بدنه أو على أهله أو على ماله أو لا شيء من ذلك، وإنما يريد أن يحسن حاله المعيشي إلى آخره؟ فهذه أول حاجة قبل أن نفكر في قضية التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية في ديار غير إسلامية. نقول له: أنت لماذا مقيم هناك؟ فإن ذكر عذراً انتهينا، نعم هذا تحت الإجبار، تحت الضرورة. وأما إذا كان هو مستغنياً عن ذلك ووجوده في الغرب ليس ضرورياً، فهذا نقول له: أنت إذن وجودك في هذه البلاد التي يتحكم فيها إلى غير الشريعة ليس ضرورياً، وبالتالي ننصحك بأن ترجع إلى بلادك أو إلى إحدى بلاد المسلمين إن وجد. نعم.